صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير، خيارك المفضل. يا مرحبا مجددا بالجميع، رجعنا لنكفي مشوارنا الصباحي بصباحك مسك بحلقة اليوم. بهالفقرة متابعينا رح نتحدث عن الواتساب، عن الإضافات والميزات الجديدة اللي أضافتها واتساب لهذا التطبيق، ونتعرف على كيفية حماية حساباتنا إذا فينا نقول، أو رقمنا الخاص على الواتساب، بحيث صار في ميزة جديدة أنه نحن نقدر نفتح الواتساب على 4 أجهزة مختلفة. رح ينضم معنا بهذه الفقرة الأستاذ باسل بدر، خبير تقني عبر الاتصال معنا مباشرة. يسعد صباحك أستاذ باسل. صباح الخير. يا صباح النور. يعني موضوع تفعيل الحسابات مؤرق، بعض الأشخاص أكلوا هم أنه يتفعل الحساب على جهاز آخر، هاي الميزة شو بتشرح لنا عنها؟ شو بتعطينا معلومات أستاذ باسل؟ طبعا شركة واتساب هي شركة المنافسة العالمية، أطلقت ميزات عديدة في بداية عام 2023، وأهم الميزات هي أطلقتها من أسبوع بشكل تقريبي، هي إمكانية استخدام حساب الواتساب على 4 أجهزة. هاي الميزة بالضبط مو اي شخص فينا يستخدمها، طبعا هي ميزه تم اطلاقها للشركات، للمؤسسات، للمنظمات، او لاي عمل بيتطلب استخدام الرقم على 4 حسابات. طبعا هذه الميزه موجوده بشكل قديم على تطبيق التليجرام، طبعا واتساب تاخرت باطلاق هذه الميزه، ولكن بسبب الطلب الكبير، بسبب الحاجه لها. هلا شو هو استخدام وشو هو الطلب باستخدام هذه الميزه؟ الطلب الاساسي في كثير من المؤسسات في عندها رقم واحد لخدمه الزبائن. هذا الرقم لو نحن وضعنا موظف لحتى يرد على عدد كبير من موضوع الاستفسارات رح يكون الامر جدا صعب. فهي الميزه عملت تسهيل بشكل كثير كبير، لانه اي شركه تضع رقم واحد لخدمه الزبائن او لاي استفسار، وتضع كذا مثلا عدد من الموظفين حتى يتمكنوا من الرد. يعني اليوم على سبيل المثال ممكن شركه في عندنا موظف عنده مثلا 20 سؤال خلال غرفه 5 دقائق. فالامر رح يكون جدا صعب. بينما باطلاق هذه الميزه صار في نوعا ما من التسهيلات. هلا كثير من الاشخاص قالوا انه هي الميزه رح تكون هي اختلاف للخصوصيه، او هي الميزه نحن يعني ممكن ما نفعلها على موضوع الجهاز او ما شابه ذلك. لا، هي الميزه ما هي استخدام شخصي. يعني مش استخدام شخصي استاذ، بس خلينا نوضح هي النقطه. يعني انا اليوم بدي افتح الواتساب الخاص فيي على جهاز اخر، ما راح اقدر؟ هلا اكيد اكيد انت راح تقدر بشكل اكيد، ولكن اليوم اي مستخدم ما راح يعني يخلي مثلا جهازه واتساب على جهاز اخر. طبعا نحن حكينا هي فقط للمؤسسات، للمنظمات، للشركات بشكل عام، او ممكن مثلا اي حدا، مثلا ممكن يكون شخص عنده مطعم وفي عنده رقم واحد لخدمه الزبائن، كيف حيكون الرد؟ الامر صعب. بينما هو وزع المهام انه يفتح التطبيق او يفتح هذا الحساب على مثلا على جهازين او على 3، نوعا ما صار رد عن الزبائن بشكل اسرع. هون خلينا نقول هذا شيء ايجابي، نقطة ايجابية بالنسبة للشركات وموضوع العمل بشكل عام. طيب في حال خلينا نفترض استاذ باسل انه انفتح الحساب على جهاز اخر، هل انا بيجيني اشعار او انا بعرف من خلال جهازي الاساسي انه الواتساب مفتوح على جهاز اخر؟ بكل تأكيد، لانه اليوم طبعا فتح الحساب على جهاز اخر رح يطلب من الجهاز الاول كود وموافقة. وطبعا بس نحن اليوم فتحنا الحساب على جهاز اخر دائما رح يكون في عندنا اشعار انه هذا الحساب متصل بجهاز ثاني او ثالث. وطبعا في حال نحن بدنا نزيل هذا الجهاز بعد فتره رح نزيله بكل سهوله، لانه دائما الواتساب بيعتمد على تفعيل الحساب على رقم اساسي. طبعا نحن بدنا نضيف حساب ثاني او ثالث او رابع، فهذول اسمهم مستخدمين. طبعا دائما نحن راح نلاحظ وجودا داخل التطبيق. يعني موضوع مثلا عمليه اختراق هذا الشيء شبه مستحيل. هلا لما نحن بنربط حساب الواتساب مع جهاز الكمبيوتر بنحط مثل شاشه، مثل خلينا نقول صوره او اشعار
على الجهاز انه الجهاز مرتبط ومقترن بجهاز اخر، هل هذا الشيء كمان موجود؟ نفس المبدا بالضبط. نفس المبدا. وهون ممكن نحن نعرف انه الحساب الواتساب موجود على جهاز اخر. طيب من كان من الميزات ايضا الاضافيه اللي انضافت على الواتساب ب 2023 التسجيل الصوتي على الحاله، ولكن ما يعني ما حسينا في حدا اهتم بهي الميزه، شو رايك بهي الميزه؟ شو تخبرنا عنها؟ هلا التسجيل الصوتي هي ميزه جيده جدا، طبعا بامكاننا نحن نعمل تسجيل لمده 30 ثانيه، والتحديث القادم رح يكون تقريبا دقيقه ممتد لثلاث دقائق، بالاضافه بالتحديث القادم ان شاء الله رح يكون في امكانيه ارسال مقاطع صوتيه الى الحاله. هلا هي الميزه الصراحه هي ميزه جيده، ممكن الشخص يبعث سلام او يعبر عن اي راي عن طريق تسجيل الصوت، فلا هي ميزه ايجابيه ايضا. لكن مثل ما قلت اذا ما بعرف اذا لاحظت معي ما تم تفعيل او ما تم استخدامها من قبل مستخدمي التطبيق، ولا بعد ما تعرفوا بشكل واسع على هي الميزه؟ نعم هلا ممكن في البعض ما قدر يتعرف على هي الميزه بشكل مثلا جيد، وهو الامر جدا بسيط، مجرد ان احنا ندخل على الحاله او في خيار الكتابه تفعل خيار هو التسجيل الصوتي. فممكن البعض ما حدث تطبيق الواتساب، انه تطبيق الواتساب هو بحاجه دائما لحتى نحن نعمل تحديث، في بعض الاشخاص اللي بيعملوا ايقاف للتحديثات عبر الواي فاي او عبر البيانات. فممكن انه لازم الشخص يدخل على متجر سوق بلاي بشكل دائم يعمل تحديث للتطبيقات الموجوده عنده على الهاتف. طيب في خوف من التحديثات بشكل مستمر للواتساب على الجهاز، هل هذا الشيء مثلا بيضعف الجهاز بخفف من سرعه الجهاز ولا لا مش مرتبط الموضوع بهذه النقطه؟ لا لا ابدا نهائيا، بالعكس التحديثات اللي الشركه بتطلقها هي بتكون تحديثات لها علاقه بموضوع امن التطبيق بالاضافه الى الميزات. دائما الميزات مستحيل تنزل على التطبيق الا ما نحن نعمل تحديث. تماما. طيب في اجراء هام بحظر الحسابات اللي بتعمل على النسخ المعدله للواتساب، كيف فينا نحن نتفادى هي المشكله بالتحديثات؟ هلا صراحه نحن كثير نشرنا معلومات عبر الواتساب حول استخدام التطبيقات المعدله. التطبيقات المعدله هي تطبيقات سيئه جدا، وانا انصح الجميع باستخدام النسخه الاساسيه لواتساب اللي هن واتساب باسنجر وواتساب العمل. باقي النسخ طبعا اول الشيء الأهم جميع البيانات اللي بتتم مراسلتها بين الأشخاص عبر هذه النسخ هي مخترقة. الأمر الثاني نحن في أي وقت حبينا نحفظ هذه المعلومات ما في عندنا نحن قاعدة بيانات. يعني كثير من الأشخاص بيكون في عندهم أعمال عندهم حسابات فجأة هي النسخة بتوقف. هن بحاجة لتحديث هذه النسخة. فتحديث النسخة بتطلب حاسب الواتساب، وبس نحن حذفنا الواتساب البيانات كلها راح تنسرق. بالاضافه الاشخاص اللي عم يقوموا بعمل النسخ المعدله عم يقوموا بحفظ جميع البيانات المرسله بين الاشخاص. فانا انصح الجميع باستخدام فقط النسخ الاساسيه من واتساب اللي هي واتساب الماسنجر واتساب العمل. وما نلجا للنسخ المعدله مثل واتساب عمر او واتساب الذهبي او ما شابه ذلك. يعني كثير من المستخدمين بيحاولوا انه يستخدموا هي التطبيقات فقط لغرض انه هنالك بعض الميزات اللي ما موجوده على واتساب الاخضر. طبعا هي مثل مثلا مشاهده الحاله بدون معرفه صاحبه، نسخ الحاله، اخفاء الظهور، طبعا اخفاء الظهور اصبح ايضا متاح على النسخ الاساسيه. الواتساب الاساسي ممكن انا اخفي الظهور او ممكن اطلع المسج. نعم، في تحديثات اللي بدات ببدايه هذا العام هو اخفاء الظهور، وممكن نحن ايضا اذا نحن ما حبينا انه حدا ايضا يشوف صوره البروفايل ايضا هاي الميزه تم اضافه. يعني جميع المستخدمين هم يعني فعليا ما هم بحاجه لاستخدام التطبيقات المعدله، يعني اغلب الميزات اللي كانت موجوده بالتطبيقات المعدله اصبحت موجوده بالنسخه الاساسيه. يمكن من اكثر ميزه نحن بنحبها او المستخدمين بيحبوها بالنسخ المعدله هي ما يظهر للي بعت الرساله نحن قرانا الرساله. فينا نحن في حيله على الواتساب الاساسي بهي النقطه؟ اكيد لك موجوده. كمان صارت موجوده، اوكي نحن ما لنا مع التحديثات لك. طبعا جميع الشركات خاصه واتساب يعني بشكل خلينا نقول في 15 يوم في تحديث بيكون هام. فلازم نحن دائما نتابع الاخبار حتى نعرف التحديثات الهامه لحتى نحن دائما نواكب الامر.
بدي شكرك جزيل الشكر الخبير التقني باسل بدر، شكرا كثير لانضمامك ولتوضيحك لهي النقاط. يعني خلص مش بحاجة بقى النسخ المعدلة، ويعني أنا دائما بنتبه على الأشخاص اللي بينزلوا النسخ المعدلة هنا لثلاث أسباب، إما لا حتى الحالة ما يظهر لعند الآخر أنه هو تابع الحالة، أو يفتح المسج وهذا أريح شيء كثير بنستخدمه مثلا بمجال العمل أو بمجال أنه أنت ما عبالك ترد على هذا الشخص حاليا، فأنه خلص قريت المسج ما فضولك ما عاد مثار، وبذات الوقت هو ما بيان معه. لكن مثل ما خبرنا الأستاذ باسل ممكن نحن من خلال النسخة الأساسية للواتساب نحدث هي التحديثات ونستمتع بهي الميزات الموجودة على الواتساب. صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير، خيارك المفضل.